مرحبا بكم أصدقائي، اليوم راح نتحدث عن الديجيتال كاميرا، أساسيات التصوير الفوتوغرافي. عبد الرحمن الشلال، حياكم الله. مرحبا بكم أصدقائي، اليوم راح نبدأ وياكم بأساسيات التصوير الفوتوغرافي الديجيتال كاميرا. أكيد أغلبكم أنه دخل على اليوتيوب وكتب ما هي أهم أساسيات التصوير الفوتوغرافي، من أين أبدأ، من أين أنطلق مثلا ما نقول. فأنت لما نشوف هاي الكاميرا الاحترافية راح تقول هاي شلون راح أقدر أستخدمها، شلون أعرف السيتنج مالتها، شلون أعرف تفاصيلها. هناك كثير من الشركات والماركتات أكيد أنت تبحث عن يا هي أفضل كاميرا، يا هي أفضل ماركة، إذا كانت نيكون، كانون، سوني، بنتاكس، باناسونيك. فهنا الكثير من الماركتات الكاميرا ما تعتمد على الماركة، وإنما تعتمد على نوع العدسة اللي أنت مختارها، على حجم الكاميرا، شو نوعها، فول فريم، ميرورليس، وإلى آخره. راح نتحدث اليوم عن أهم موضوع موجود بداخل الكاميرا اللي هو مثلث التعريض، اللي هو الإكسبوجر ترانجل. أكيد أنت دخلت على المواقع الإلكترونية وبحثت عن هذا الموضوع وقرأت عنه، لكن ما وصلت إلى بالشكل المناسب أو ما فهمت إلى بالشكل الصحيح. مثلث التعريض متكون من الآيزو وفتحة العدسة والشتر سبيد. إذا تريد تسمع الشتر سبيد اللي هو سرعة الغالق اللي هو هذا. نجي يا أصدقائي نبدأ بالآيزو. هو مقياس الاستشعار داخل سنسر الكاميرا، حيث تراوح من 100 إلى 25000 في بعض الكاميرات، وفي بعض الكاميرات يتراوح من 50 إلى 52000 وإلى آخره. ما هو السنسر؟ السنسر يا أصدقائي هو اللي يسجل لك البيانات الصورة ويخرجها لك بصيغة راو وجيبك. صيغة الراو عادة هي صيغة خام، ينصح بها بعض المصورين أنه تستخدم صيغة الراو بالتقاط الصور مع الجيبك. ليش؟ خاطر تقدر تعدل على الصورة من دون أن تفقد أي تفاصيل بالصورة، من ناحية الأكسبوجر، الهايلايت، الشادو، الظل مثلا، مناطق السوداء الموجودة داخل الصورة. أما إذا كنت طابعها بالصورة جيبك، فمعناته أنه الكاميرا هي عدلت على تفاصيل الصورة، وأنت ما راح تقدر أيضا تتلاعب بها، تقدر أنه تخزنها وتستخدمها عندك بالكمبيوتر، بالهاتف، وإلى آخره. تكون عندك صورة جاهزة اللي هي اسمها جيبك. فيفضل أنه من تصور تلتقط أيضا صورة راو، تحتفظ بها صورة الخام، خاطر تقدر تعدل عليها. الآيزو يا أصدقائي، إذا كانت الآيزو قليلة راح تكون صورة محببة ونظيفة، خالية من التشويش وخالية من النويزز، مثل ما تشاهدون أمامك صورة هاي الصورة. عندك الآيزو 100 وعندك الآيزو 6400، راح نشوف أنه 6400 شون بيها التشويش عالي جدا اللي هو النويزز. فتحة العدسة يا أصدقائي، البلندة باللغة الألمانية أو الأبيتشر. فتحة العدسة تبدأ من 1.1، 1.2، 1.4، 1.8 حسب العدسة اللي أنت تمتلكها. أكو أيضا عدسات 0.9 بعض الشركات صنعتها مؤخرا. يرمز في فتحة العدسة بالرمز F. إذا كان رمز الـ F قليل، يعني يبدأ من الرقم 4 أو 3 أو 2، فتكون عدسة فتحة العدسة واسعة جدا. أما إذا زاد الرقم بالـ F مثلا F22، F21، F20، فراح تكون فتحة العدسة ضيقة جدا، مما يسمح مرور الضوء بشكل قليل جدا. ثاني، بالنسبة لفتحة العدسة، إذا كانت فتحة العدسة عندك كبيرة فراح يفيدك بالعزل، العزل القوي صور البورتريت. مثلا تريد تلتقط صورة الأشخاص وتخلي العزل مال الباك جراوند مالك كلش قوي، فلازم انه تكون العدسة مفتوحة بأف قليل، يعني F4، F3، F2، تلتقط الصورة راح تصير بها عزل جدا قوي حسب العدسة اللي تمتلكها لاختصاص البورتريت. حتى الغالق يا أصدقائي هو عبارة عن بوابة غالق أمام السنسر، يعمل وأنت تتحكم بالسرعة اللي أنت تريدها. مثلا إذا تريد تلتقط صورة بالسرعة هذه، أو تريد تلتقط صورة بسرعة بطيئة، راح أصغر لك، راح أقلل، أبطئ، راح أخلي 1/4 جزء بالثانية. اسمع الحركة، سمعت الحركة الغالق؟ فبطيء جدا. كل ما كان حركة الغالق بطيء جدا، كل ما كان كمية الضوء الداخل إلها بشكل كبير، وبنفس الوقت يحتاج إلى حامل ثلاثي الترايبود. ليش؟ حتى من تلتقط الصورة بسرعة غالق بطيء لا يصير بها اهتزاز ويصير تشويش وغواش بالصورة. تخلي الكاميرا بمكان محكم مناسب مانع للحركة، ما تقدر يعني أنه تصير بها حركة عند الالتقاط. وأخيرا يا أصدقائي، بعد ما فهمت مثلث التعريض، أحب أنه أنوهك أنه التصوير الفوتوغرافي إلى عدة مجالات، لازم أنه تهتم وتعرف أنه أنت شنو مجالك وشنو اختصاصك بالتصوير. أكو مصورين البورتريت، أكو مصورين اللاندسكيب، أكو مصورين البلاك وايت، أكو مصورين الفاين آرت،
وإلى آخره. أتمنى منك يا صديقي إذا كان عندك سؤال تقدر تكتبه لنا بالتعليق حول موضوع مثلث التعليق، وإذا كان الفيديو والمحتوى جميل جدا بإمكانك أن تشيره لمتابعينك وإلى أصدقائك. في الختام أحب أشكر صديقي المبدع إيهاب على النصائح الجميلة في هذا الموضوع، وأيضا يا أصدقائي نراكم في الحلقات القادمة. شكرا جزيلا لكم ومع ألف سلامة، وهي صورة لكم.